الكلام ده بعديها يا اختي. النبي انا كنت فاكراكي مخنوقه كده ومش طايقه هدومك، انما طلعت يا انشي يا اختي عسل عسل. ميرسي. بصي انت ترجعي تروحي تقعدي عند بيت اهلك وما تجيش هنا غير لو جه وقال لك ام سوري. اللي انت بتقوليه ده قال قاله على راي المثل، عندي حريقه مين يطفيها؟ قالوا يا اختي الجيران لبعضيها. حريقه ايه وجيران مين؟ اولا انا ما بعرفش اطفي حرايق، ثانيا انا عايزاكي تروحي لمامتك عمتك طب خالتك وتفضلي هناك. يلا اورفوار. استني انجي، انت عايزه نرجع البيت؟ اروح الحاره يعني؟ ده انا فضحتي تبقى بجلاجل، ده انا عمري ما سبت بيت جوزي. عايزه تفتحي لي بعد العمر ده كله؟ يعني الحق عليا ان انا ما سبتكيش تتبهدلي جوه؟ ايه في انتي؟ ايه اللي قلبك مع المعصفه دي؟ تلمي لي حاجتي وتخرجيني بره بيتي؟ خلاص الحق عليا. يوه ارجعي له وقولي له ام سوري. قالي خارج من دارك الوجزة في انتظارك. طيب خلاص تعالى نامي هنا، واول ما يصحى الصبح تقومي متسحبه وداخله مش معاكي مفتاح البيت. طيب تفتحي الباب وتخشي، وهو لما يرجع بعد الظهر يلاقيكي جوه وانتي عادي ابتسامه. سبت ايه يا وليا انت؟ انا قطة هتنهميني هنا عشان هو ما. يلا بونوي. نوي دي يعني ايه؟ يعني مش حمات عندك؟ خش يا وليا. دلوقتي 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 دلوقتي.